كان علي الهادي فقيها إماما متعبدا، استفتاه المتوكل مرة ووصله ب4,000 دينار. حدث بآل البيت حبا وعرفانا، وانشر صحائفهم نورا وريحانا. للتقى قمم يمنا وإيمانا، والله زكاهم وحيا وقرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبو الحسن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الهاشمي العلوي المدني. هو عندنا أهل السنة من أهل الخير والفضل والزهد والعبادة، لكنه لم يشتهر بالعلم والفقه كمن سبقه من الأئمة، ويعده الشيعة 12 إمامهم 10 المعصوم. ولا معصوم عندنا أهل السنة إلا جده نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولد علي الهادي في المدينة سنة 12 بعد 200، وقيل 14 بعد 200. أبوه الإمام محمد الجواد، وأمه أم ولد واسمها سمانة وقيل جمانة، وتكنى بأم الفضل. كان علي ابن محمد فصيحا بليغا وسيدا مهيبا، لقب بالهادي، ومن ألقابه أيضا علي النقي وعلي الزكي وعلي المرتضى وعلي النجيب. ويعرف بالعسكري لأنه سكن سامراء، وكانت تسمى يومئذ مدينة العسكر. تزوج علي الهادي بزوجة اسمها حديثة وكنيتها أم الحسن، وأنجب منها 5 من الولد، وهم علي والحسين ومحمد وجعفر وعالية والحسن الملقب بالعسكري. والحسن العسكري هو الإمام 11 عند الشيعة الذي سيأتي ذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله. من أبرز علماء أهل السنة الذين ترجموا لعلي الهادي وأثنوا عليه خيرا ياقوت بن عبد الله الحموي ومحمد بن طلحة الشافعي وأحمد بن محمد بن خلكان وشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي وصلاح الدين الصفدي وعبد الله بن أسعد اليافعي وعماد الدين إسماعيل بن كثير وابن العماد الحنبلي. وعلماء أهل السنة في ترجمتهم لعلي الهادي ذكروا بأنه كان سيدا شريفا فقيها إماما متعبدا زاهدا فاضلا جليلا. وقد عاصر علي الهادي 7 من الخلفاء العباسيين، وهم المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز. ولعلي الهادي قصة مشهورة مع الخليفة العباسي المتوكل، فما مجريات تلك القصة؟ ولد علي الهادي في المدينة المنورة كما ذكرنا، وبها نشأ وترعرع بقية خلافة المأمون ثم المعتصم وأيام خلافة الواثق. فلما تولى المتوكل الخلافة سعى الغشاة والمغرضون إلى المتوكل بعلي الهادي وحرضوا عليه، وزعموا أنه يعد العدة للخروج على الدولة العباسية، وأنه يستقبل في منزله كتبا ورسائل من الحجاز تخبره بأن الناس في الحرمين يميلون إليه. وهؤلاء الوشاة أوهموا المتوكل أنه يطلب الإمارة لنفسه، وأن في منزله سلاحا قد هيأه لذلك. فبعث إليه المتوكل سرية من الجنود للتحقيق في هذا الأمر. انطلقت السرية من سامراء إلى المدينة المنورة، فهجموا داره ليلا على حين غفلة، فلم يجدوا فيها شيئا، وجدوه وحده في بيت مغلق عليه، وعليه كساء من شعر، وعلى رأسه ملحفة من صوف، وهو جالس على الرمل والحصى مستقبل القبلة متوجها إلى الله تعالى، وهو يترنم بآيات من القرآن الكريم في الوعد والوعيد. ليس بينه وبين الأرض بساط إلا الرمل والحصى، فحملوه على حاله تلك إلى المتوكل الخليفة العباسي، وقالوا له: لم نجد في بيته شيئا، وجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة. فلما رآه المتوكل عظمه وأجلسه إلى جنبه على غير المتوقع، وقال له: أنشدني شعرا. فقال له علي الهادي: إني قليل الرواية للشعر. فقال المتوكل: لا بد. فأنشده أبياتا قال فيها: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأصبح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود تقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا. قال الراوي: فبكى المتوكل حتى بلت لحيته دموع عينيه، وبكى الحاضرون كلهم. علم المتوكل أن الوشاية التي وصلته عن علي الهادي ليست صحيحة، ولم ير من هذا الحسيب النسيب الزاهد العابد ما يسوءه، فأكرمه في مجلسه وسأله إن كان عليه دين، فقال علي الهادي: نعم، علي 4000 دينار. فوفاها عنه المتوكل ورده إلى منزله مكرما. قال الذهبي: كان علي الهادي فقيها إماما متعبدا، استفتاه المتوكل مرة ووصله 4000 دينار. وقال ابن كثير: كان علي الهادي عابدا زاهدا، نقله المتوكل إلى سامراء فأقام بها أزيد من 20 سنة. توفي السيد الشريف علي الهادي يوم 2/3 من رجب سنة 54 بعد ال200، ودفن في داره بسامراء عن عمر يناهز 42 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة ورضي عن آبائه وأجداده. هذه رياض الروم تهتز أغصانا، غنى الزمان بهم للمجد ألحانا، هذه رياضهم تهتز أغصانا، علما وتعليما تقوى وإيمانا، إني أحبهم قربا وإحسانا، إني أحبهم قربا وإحسانا.